هذا مدو مدو. أصفر وأزرق ذالي وأحمر. أصفر وأزرق وأحمر. أي حلوة. كذا ثلاثة أزرق ثلاثة أحمر ثلاثة برتقالي. نوت. شيء كسم ذا ودا 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 أو ذا ودا ودا ما فهم. كنت بسوي سوارة أو أي شيء خاتم عقل. بس شيء أي شيء إني أجي أحط نفس اللي موجود أحمر من ذا هو ذا. هم من أحمر ثاني هم من أبيض والأبيض ما فيه فأستخدم ذا أو ذا. مرحلة وضع الأزهار. نوات وميس عندهم تجربة جديدة راح يبيعون في البازار. متحمسين مرة لهم أسبوعهم يشتغلون على الموضوع. هذه تجهيزاتهم وضار يساعدهم طبعا. وميس وهداها على ساق قدم. وأنا كان يساعدني فعشان كذا إذا ربح أبعطيه نص الربح. إن شاء الله. حلو. شركاء صرتوا. ما بوريك إيش سويت. وريني. أولاً زينت الخاتم الكعكة. حلو جميل. وقال هنا في العلبة. شوفي هذا الحين. هذا الخاتم طبعاً الخاتم بدون شكل. وهذا هو السلسال. أنا وضاري نصه هو. ركبه وانا النص الثاني هذا هو طوله وهذه صوره. نوت تكتب السعر. عد رخيصات بناتي يعني بيع ما شاء الله رخص مو ما عندهم طمع. يلا اللي بعده. وهذا الخاتم راح اخليه بريال. وايضا هذا الخاتم خاتم لايك واشتراك يجنن مره حلو. اللي بعده هذه تو سويتها قبل التصوير. اخر واحده سويتها يعني جديده مره. كولكشن جديد تو سويت حطيت ربطتها جت ماما تصور. الله ماما يلا لحظه نوت شوي. هذه راح ابيعها بريالين. شو رايك؟ حلو. هذه سواره 6 ريال. حلو ولا لا؟ جميله. خمسه اي صدق خليها بخمسه خلاص الحين غير السعر. وهذه بعد بخمسة تحت الخرز. آه اللي ما شافه يروح يشوفه. بس لحظة مو بالحين اقضوا الفيديو هذا خصوص ومقضوا صح اي سويته قبل اسبوعين تقريبا ثلاث اي. وهذول الحروف الانجليزية عشوائية يعني. حلو. هذه يمكن ببيعها بستة لان يعني استخدمت حروف كثيرة. وهذا بتحدي الخرز برضو اللي ما شافه يروح يشوفه بس مو بالحين إذا خلص الفيديو. طيب ببيعها بستة لأن استخدمت كثير حروف عربية والمفروض بسبعة بس خفضتها على ستة. وهذه سوارة ألوانها فرائية مرة جميلة أنا مرة عجبتني. هذه بخمسة. هذه سوارة بخمسة ريال بستة ريال لما عشوائي حطيتها. هذه بستة أنا بهون وبخلي بخمس. حلو ولا لا؟ إلا رخصة يا زين. خلاص يلا خمس. اوكي. وهذا الخاتم بريال. وهذه السواره بستة ريال. شو رايك بها؟ احس ست ولا خمس؟ خمسه. خمسه لان ساده يعني ما بها شيء. صح. ساده تقريبا كله لون واحد. هذه طبعا الحبوب تنور بالليل يعني نور خفيف مره. بالظلام. وشو رايك باقتراح نخليها خمسه؟ خليها باربعه. لو وش اربعه؟ استهلك تشوف الاشياء. اشكال ولا اسود خليها خمسة ولا يلا اربعة لكنامك. وهذه سوارة الهلال ازرق وابيض سماوي. اي بس تحسين تبيعين سالم مداصر يعني. لا ما رحب يشرنها البنات اللي ابوها يشجع الهلال. اي يستانس لشافها لبستها. هذه خليها بستة صح لانه استهلكت حروف كثير. خمسة يا ميسا. ماما مو بخمسة. خمسة وتوكل على الله. شوفي هالأشكال والحلوة. شوري عليك. والقذر. خلاص يلا خمسة. هذه بستة. لأني استهلكت أشياء كثير ورغم أنه أسود هذا مرة متعلق. فجن كذا ستة ولا خمسة؟ ولا أربعة؟ خمسة يلا. كل شيء أنت خمسة. إيه لأن فيها أشكال كثيرة خمسة. اللي ما فيها أشكال بأربعة. لا تسعين ستة بالأساور. طيب هذه بخليها خمسة صح؟ أيوة. ألوان إفريقية أبوي قال أسوي لي. طيب وهذولي ألوان عشوائية زي كذا لون موحد. وهذه السوارة
تحسين اخليها بخمسة باربعة؟ باربعة ما ادري باربعة كويس باربعة نعومة. يلا اربعة. وهذه البطيخ شفتها على بنترست اخليها باربعة صح؟ حطتها خمسة. حلو ايه. وهذا كل ما صارت اسعارك ارخص كل ما جاك الزباين. طيب وهذا خلي بريال. تمام. اكيد. واللي بعده هذا من تحدي الخرز تذكرونه؟ اللي يذكره يرفع يده. اي اللي بالخيمة. اي. ما اذكر. هذا شكرا على الفكرة. فكرة ماما. نعم. كم اخليه تحسين؟ اربعة. باربعة اي. يلا اربعة. وهذا العقد طقم عقد وسوارة ب12. بقي القليل وانا انتهي. هذا بريال الخاتم. وهذا ايضا الخاتم بريال. وهذا بتحدي الخرز بعد مع ذاك السلسال البني والبرتقالي والوردي البنفسجي. هذا سويته طبعا. الخاتم هذا بريال كيس الوان رائحية. وهذا ايضا ظل سواها بتحدي الخرز عند الخيمة. واخر شيء واحسن شيء وافضل شيء بالنسبة لي واكثر شيء متعب في الحياة وكل شيء يعني في الحياة. حماس بسرعة. هذا هو. هذا سلسال وسوارة وخاتم أطقم. طقم مو بطقم. طيب هذه سوارة عقرب. وهذا السلسال بالتعليقة هذه. أنا ضاري والله أن جلدني عشان نسويه. كانت يومين أنتم تسوونه. إيوة يدنا نقطع انفكت. وهذا الخاتم. الخاتم بريال والسلسال ب15. لا لا لا. 10 على الأقل. 13. لا. 13. كيف سنة التمشورة؟ 10. لا مو ب 10. 12. والسوارة باربعة. السوارة اي باربعة. يلا بالتوفيق يا حلوتي. إن شاء الله يا رب تكون تجربة عليك حلوة. مو شرط الواحد يربح كثير، أهم شيء إنه جرب. وإن شاء الله تتوفقون وتكررونها مرة ثانية وثالثة ورابعة. وأنا أشجعكم وأدعمكم. اعطونا لايك شير سبسكرايب. بتسوي ناخذ فكره. خلصت اصلا. لا عندي فكره. حطه باحمر زي كامل. احمر كامل. ايه شو تسوي يا ضاري؟ خرزوزه. خرزوزه صرت تدلعنا بعد. ايوه. خاتم ولا سواره ولا عقد؟ خاتم. والحين جا دوري. هذا اول واحد عقد ملون حطيت سعره 8 ريال احسه يناسب. وهذه السوارة ادري ليش كيف شكلها حقت لالا من هلو كيتي حطيت السعر 4 ريال. سويت لي 3 طقم بنفسجي 3 ريال. حلوات. سويت هذه بعد سترايكت الدوائر. سوارة. إيه 5 ريال. شهد دفعت كليتي عشان حطها لي. أحبهن مرة. وهذه السوارة 4 ريال. وهذه سوارة الهلال 5 ريال. وهذه خلخال وخاتم 6 ريال. هذه اللي ساعدك ضاري فيها. أيوة. ذكرت. وهذه 4 ريال. هذه كيكي من هلو كيتي. وهذه حلوة هذه نيقة 5 ريال. وهذا الخلخال ب5 ريال. وخاتمين بريال أبس. لا 3 ريال. خلي بريالين. ليش أنا خليت بريال؟ هلو أي نات. شاكة فكرة أنا أو من أخوي. وخاتمين طقم بريالين. وهذه بوار 5 ريال. 5 ريال في سوارة خاتم. وخاتم كنت مخليته 4 ريال بس لما حطيت الخاتم خليته 5. حلو مرة جميل. وهذا سلسل طويل ب10 ريال. مناسب السعر. أحس إنه غالي. كم أخلي؟ 8 كذا. أوكي. هذه لوب 4 ريال. وهذه 3 خواتم طقم 3 ريال. مرة حلوات. ألوانها كذا بنوتية. انا بغيت اخذها. اوه هذولي ما ادري الصراحه كيف احطها.
بسوي واحدة بربطها وادخلها بهذي. حلو ما شاء الله انجازات. حلو طب شو اسوي بها؟ حطيها بيعها 12 ريال. هي سوارة وخاتم بعشرة بعشرة بعشرة. وعقد. بعشرة. وشو بعشرة؟ هذه بثمانية ريال. تبي دي معها خاتم وسوارة بعشرة. فكري بالموضوع. أتمنى لكم تجربة موفقة يا نوتو يا ميسو في فكرة البازار. إن شاء الله تدخلون مجال التجارة وتكونون أكبر بزنس ومن. ضاري بيصير بزنس مان وأنتم بتصيرون بزنس ومن وتتشاركون وتعطوني الأرباح أنا. لا نعطيك نص خير. أخذهم وأسافر فيهم وأشتري فيهم اللي أبغى. أحمد ربك تعطيك نص الأرباح لأنك أمي. المفروض كلهن. أرباحك وأرباح ضاري وأرباح نوت. أنا تعب طيب. مية ومية ومية. كل أرباحكم حتى صرتوا أكبر تجار بالعالم. لا نقسمها إذا صار عندي مية نقسمها أنا 50 وأنتي 50. أيوة حلو. اختاري رقم في بالك من 1 إلى 10. ولا أعلمك إياه. رقم فردي. أوكي اخترت. طيب أبوك حطاك نفس الرقم. أضيفه عليه. إيه. ضفته. أنا أعطيتك 100. اقسميها على 2. وارجع الباقي على البحر. قسمت على 2. ورجع لأبوك اللي أعطاك. رجعت. ناتج 50. صح. قسم. يوم ذكية. شلون؟ انسر. أي رقم فردي بس لو كان إذا كان زوجينا مو بأحل لما أدري إيش إذا قلت 100 أجل الناتج إذا زودت لك 100 أجل الناتج 50 وإذا زودت 1000 أجل الناتج 500 نص الرقم اللي تقولينه. إيه. سويتيه مع ضاري وميسو اليوم. إيه بس يوم كان اختار لازم رقم فردي من 1 إلى 10 من 1 إلى 1000. أنا اخترت 5. نحاول يطلع 51 و55 نحاول طلع رقم فردي. كنا نحط زوجي كنا نحط زوجي نحط ثلاث أرقام طلع فردي ما ضبطت يعني مع الزوجي وكنا نقول إنه من 1 إلى 10 تختار اللي تبي اللي تبي رقم 1 اللي تبي مثلا 5 أو إلى مليونين 50 تريليون أنتم اللي تبون بس يكون رقم فردي. تعال شو رأيك أحط هذا وهذا مع بعض وهذا وهذا مع بعض. طيب عندك اقتراح أفضل تحطين دول الخواتم كلهن بكيس واحد وتكتبين الخاتم بريال واي واحده تبغى اللون المفضل لها تسحبه. طب ليش ما حط كل واحد بكيس احسن؟ كيس واحد اوفر لك. اختاري الخاتم اللي لا تقولي اختاري بس الخاتم بريال واحد زي المحلات. الحين دخلت البقاله يقول لك اختاري شوكولاته واحد واللي يقول لك سعر الشوكولاته الواحد بريال نفس الطريقه. يعني اختاري خاتم ميسو تغير الأسعار بعد ما اقتنعت. مضاري هنا قاعد يسوي خرز. ضاري وريني الخواتم اللي سويتها. يلا نوريك. هذول أنت سويتهن كلهن؟ لا بعضهن ميسو وبعضهن أنا. وين اللي سويته أنت؟ أنا اللي سويت ذا وذا إشبان إيه هذا اللي سويتهن كلهن. كيوت طلعت عليك حلوات وخلصوا وشغلهم. والحين مو بالحين بكرة. إن شاء الله بإذن الله. إيش رأيكم تحليقة ضاري وريني مع وراه؟ وشوف تخيلي لو ألفها شكلي نوتة تقول كذا حلو. إيه كل أشكالك حلوة أنت. ما عجبني يعني وسط بس قلت البابا بابا قال يعجبك قلت عجبك إني جوا حلو بس كذا. جامل بابا يعني؟ إيه تسليك. وأنت ما عجب بالحقيقة؟ يعني وسط. وراه؟ بالعكس مرة حلو. يطول الأسبوع الجاي إن شاء الله يطول. أنا وياك يا ضاري نتمنى النوت وميسو أنهم ينجحون في مشاركتهم بالبازار بكرة بإذن الله.
وإذا ربحوا يبي يعزموننا.